ليلى عم نصور حلقة كتير مميزة، حلقة الفالنتاين عيد الحب. وشو في أحلى من إنه نجيب شخصين حبوا بعضهم 53 سنة، وشو في أحلى وضاينوا مع بعضهم رغم كل شيء، وشو في أحلى من نجيب فنان كتير كبير عظيم بالعالم العربي اسمه دوريد لحام. هو رح يكون ضيفنا بحلقة الفالنتاين. يمكن كتير يستغربوا إنه فالنتاين ودوريد لحام، لا هو مثال للحب، الحب الحقيقي. ومعنا نجم كل الناس بتحبه، كل الناس بتنطره، والفانز صار لهم تقريبا شي 3 سنين لاحقيني بدهم انه استضيفه، وانا حابه استضيفه يعني، بس ما ساقبت الظروف. نصيف زيتون بصوته الكتير حلو والحضوره الرائع، وصبية الحلوة كمان اللي صوتها حلو جنى، فهيك خلطة حلوة ما بين جيلين، جيل مخضرم قديم عاش الحب بطريقة مختلفة، وجيل هلأ جيل الانترنت والواتساب وكل هالقصص هيدي الجديدة والانستغرام، والحب عم بيصير بكل هالطرق الجديدة. فحلوة هيدي المقارنة ما بين الماضي والحاضر. إن شاء الله تحبوا على الحلقة.